صباح الخير، صباح النار، كيدايرين؟ صباح الشميسة وصباح الكوفيتير والزبدة والعسل. داك الكوفيتير درتي في الثلاجة د الفراد؟ ها؟ كوفيتير د الفراد درتي في الثلاجة؟ نعم. سير قلب سير. ايوا يا الخوت، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ كيبقيتو مزيان؟ ايوا يا خوت، اليوم غادي نمشي نوجد راس العام، حيت غادي ندير حفيلة انا وحس حس داكشي الرومانسي في راس العام يا الخوت، مكاين غير الحب والغرام. ايوا اليوم فقط قديت حالتي، هانتوما لبست حوايجي، غادي نمشي لواحد السونتر غزال غزال غزال، نمشي نقاد فيه مانيكور بيديكور، وغنقاد نعاود نقاد فيه البروتيل شعري. ايوا انا نعاود لكم القصه ديال الشيء كامل. دابا خوت واحد البنت من لي فان ديالي انايا، الله يحفظها، سميتها رشا، بهذه المناسبة كنقول لها ميرسي بوكو. عندها واحد الصديقة ديالها عندها سونتر، وقالت لي الا لا مع قرب راس العام، وبقى له بقى له شي يومين، قالت لي لا بمناسبة راس العام غادي نهدي لك كادو، وغادي تمشي السونتر ديال واحد صحيبتي، وغتقاد لك وتصردك عروسة، باش ديري شي حفلة فعلا تهكا. شتي الناس نازل الكادوات، شتي الناس نازل الكادوات، الله يحفظكم ليا. ودابا انا لقيتوني نايضه ولابسه، نتوما لابسه السروال لاول مره غادي نلبس السروال، حتى راكم عارفين غادي نمشي نقاد مانيكور بيديكور، راكم عارفين مكليش نلبس ميني جيب لايبه وداكشي، حيتاش غادي نقاد رجيلاتي غندير لهم بيديكور، داكشي علاش لابسه السروال وصافي. ولكن حيت ما غادي نخرج ما والو، غادي نمشي للصالون، غيجي مورايا السيد بالطوموبيل غيجيبني حتى للدار. هادشي اللي كان الخوت، ويلا خليكم معايا حتى انا معمري ما شفت السونتر اول مره غادي نمشي، ودابا لقيتوني انا يلاه غادي راه تنوصل نبين لكم وتشوفوا معايا كل شيء. يلا خليكم معايا ما تزابيوش، اي لاف يو. ما خوتي كما تشوفوا انا وصلت دابا السونتر، انتم غير باش تعرفوا البلاصه تبعوا غير هادو في الغوز، غتلقاوهم في الدروش بحال هكا. انتم هانتوما هانتوما، نبقى معكم خطوة بخطوة خطوة بخطوة. هانتوما هانتوما هانتوما، أو هي محتفلة بالكريسماس. هانتوما بسم الله، هانتوما ها الباب. سميتو سكر بنات، غنخلي لكم جميع المعلومات غنخليها لكم هنايا. سونتا كيوت صراحة. هانتوما هانتوما، هذا هو بلاصة، هذا البيغو فين كدير مانيكور بيديكور داكشي، هنا في كيكلسون، هادشي اللي كاين. إوا هانا رجعت لكم الخوت، كما تتشوفو الصراحة سونتر غزال، كتبان لي وخا محتفلين نتوما بعيد الحب ماشي فراس العام، تبان لي الحمر. كنحب داكشي علاش؟ وخوت انا غنوريكم، تشوفو السونتر كي داير، تشوفو كلشي كاين لداخل داكشي، الباب الاولى الثانية. لا غير هادو ماشي مشكل عادي، فين هذا؟ هانتوما خوتي هانتوما مرايا، شتي؟ من بعد؟ لا صافي مبنتيش دابا، غنوريكم حطوش. ها انتم الخوت، انا غادي نقلب لكم كاميرا. ها انتم ها انتم، هادي مخصصه في هادي البلاصه، راكم عارفين بيتي قادو فيها الوجيه صراحه غزال. ها انتم او داكشي في لي غوز، المهم باش نوريكم السونتر باش تبقاو عاقلين عليه، باش تشوفوا داكشي. هانتوما داكشي ما شاء الله نتيول غزال كما شتو. هانتوما شوفوا شوفوا لاف، اي هاي كلشي على الديكوراسيون. ايوا شنو نقول لكم الخوت، كما تشوفوا هانتوما، المهم دابا يلاه وريتكم دابا المحل، وريتكم السونتر،
داكشي كيو زوين. يلا نخليكم دابا على ما تبدا لي تخدم لي شعري وندوزو المانيكور بديك داكشي. غادي نصور لكم كلشي واي حاجه غادي تلقاوها في صندوق الوصف بالنسبه للنيميرو التليفون انستغرام البلاصه فين جات وكارت واللي عندها شي كارت فيزيت نحطها لكم في الانستغرام. يلا خليكم معايا. ايوا شنقول لكم الخوت هانتوما كما تشوفوا دابا غادي نبداو البروتين ديالنا غتكون شي حاجه زوينه باذن الله عند اختي ليلى. ماما نتوما تشد حياتي اللي غادي تشد ليا اكس ميسك حياه حيت كتخلطوا لي السميه. حياتي غادي تشد لكم لا فيديو باش تشوفوا قبل وبعد. هانتوما خوتي هانتوما قبل هذا هو الشعر ديالي. ولكن داجا راكي منشفاه. اه منشفاه. ايوا ها انتم الخوت ها انا ساليت دابا البروتين صراحه والله ما يعني مخلي عنده الحساسيه تبارك الله دارت لي بروتين زوين متيوزوش في الراس بزاف عاد يعني ناتشورال والله زوين. ونتيو دابا غادي نوض باش ندير مانيكور ندير بيديكور. يلا خليكم معايا. ها بيني بيني لتحت حنا حنا فيه باش دارك شويه شي قويات. ها انتم اخو تحت غندير دابا بيديكور طلعي وندير دابا مانيكور. راسك تقاد ليا الفرع ديالي مع صغيري مسكينه راه تمحل فيها فيها النقيه. ها انتم اخو تحت المهم دابا راه كتنقى ليا الضفيرات كنت سقات غردهم ياك حتى انا اختكم راه مصطله في هادشي ديال المكياج هاكا نقى طلاقاطات وصافي غتصيبهم ليا ومن بعد عاوتاني فاش تسالي ليا هادو غنقول لكم عاوتاني شنو كاين. خليكم معايا. وانتم الخوت دابا لصقت الضفيرات بصراحه تشيت من نديرهم قد يديداتي حيت انا يديداتي صغيورين قديت نديرهم قد يديداتي. ودابا غادي ندير لهم فرانش. ما غاديش ندير انا فرانش بيض صراحه كنت بغيت ندير فرانش في اللون الصفر ولكن قولوا ما تحسب عليا انا كنت كنطيب وانا ما كنستعملش الزعفران. غندير فرانش في الاحمر اولا الكحل على حسب انا شنو غايقول لي الطينطو ديال عقلي. انا اللون اللي انا بغيت واللي انا مشي ليا ما تشوفوا شي حاجه زوينه مختلفه. ودابا هادي كتصيب لي الضفيرات هانتوما صيبات لي هادي ودازت لي هادي وهادشي لي كان. خليكم معايا على ما تبدا تقاد ليا نوريكم عاوتاني. يا خوتي والله حتى كيجيني الماء والله حتى كيجيني الماء نادي حشومة عليك حياتي صاحبي كتمشي غير البلاصة لي كيجي فيها هذا يا حال شي مال كيخدم لا كنبان كتبان وقرب اختي لنا قربي بينا غير رجلين ماشي مشكل صافي حنا حيدنا المشكل علاش نال بينا غير رجلين لنا من عندها كيخدم ماشي واه ويلي انتيا شكون اللي راه ماكله دابا لك ماساج؟ كيجيني الهرول انايا انا عندنا ما كيهمنيش الماساج قد ما كيهمني انا غيجيني الهرول كنفكر فيها بعيد انا. ايوا صراحة زوين ولكن اختي المرام 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 بابا خوتي دابا راه كندير بيديك رجليا ياكم وليلى كتقاد ليا دابا شنو تصيبها ليلى؟ السوان لا هذا البروتين انا وميرا مشي يسمع الصوان ديال وجهي هاهي غتقاد لي دابا الشعر تا هو عاد ندوزو الصوان ديال وجهي يلا وعاد ديك الساعات غادي ندوزو الصوان الوجه ونعطيكم النتيجة ومازال كملنا الطفيرات لي درا درا مقادين يلا وخليكم معايا. واه يا حفيد الله واه يا اختي اختي صبري صبري اختي ها انا اختي هزي اختي شويه اختي ها المهم انا مرتاحه ما فيا والو اختي لا انا اختي انا صافي ما بقاش اختي ما بقاش ما بقاش صافي انا كنشوف انا ما بقاش اختي ما بقاش
شابلش باش تخشي. شوف مثلا دابا هادشي ديكرادي هذا فيه الشعر وهذا ما فيهش. مزيان ديكرادي يجي من عندك اختي زوينه كضحكي. ابلاش اختي ولي 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 صافي 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 ما بقاش صافي صافي الخيط خسر الخيط مابقاش الخيط مابقاش ما تيش عزرو كيديرها بالعاني والله ما كيديرها بالعاني طيب الشعر زعما راه ما وقع والو هذيك الشماع ما مزالش نصايبو الشماع خلينا خليهم صافي. ها انتم اخوتي درت بيديكور ومانيكور مازال يلا قديت دابت في راس هكا مازال ما كملتهم بحال قدات لي سيبات لي بروتين شي بشي فرجيلات تبارك الله صار ناقصهم غير شي حنينه بالزوق وشي خليخيل يا سلام الله يحفظني معينا نمسي ميمات وخلاص. ايوا يا الاخوات شنو نقول لكم دابا صافي تغدينا واحد الغدا فهاد تاكلنا نهار كما يا شفنا تلاقينا غير مسطين هنا في الصومطه. المهم الاخوات دابا جيت باش ندير الصوان وجهي الصوان تبارك الله قالت لي وجهك منور غزال ما شاء الله عندي لاكو ديالي مجفده الحمد لله ما نحتاجش ندير الدنيا الله يحجبني والله يحفظني يا ربي يا ربي يا ربي ويزيدني نور على نور بغيت يا ربي بعد عليا بلا الحرام والسينمات والمحتبات والمغيارات باذن الله تعالى نرجعوا للموضوع دابا اخوتي دابا اخوتي غادي ندير الصوان بالسلام عليك الصوان دوبي كيف 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 ما عندني جامتهم سلام عليك ولكن ننساك او غدفي نديرو الصوان عاد باش نتقاد ليا تكمل ليا الفلاك وشعري وعاد ندوزو الطفيرات تا هما نكملهم يلا وخليكم معايا كتشوفوني كيفاش غادي
الحب بيبي دوري شي حبيبه اختي عسو دوشتوب عمري طفوسي ماشي فوتوشوب حبيبي دوري شي عنده درت صباب عمري طفوسي بغيتو بصح وماشي هبال يفششني وسي نورمال بغيتو بصح وماشي هبال يدلعني وسي نورمال كتر الغاشي حبس لساني كتر عدياني يانا مقواني قالوا كلام عمرو ما كان محسدين وتبعونا ايش قديتوا يا عديان سيروا البوز وحدونا قالوا كلام عمرو ما كان مغيارين وتبعونا ايش قديتوا يا عديان قدر الكوين شوفوا شكون الرابح قلبي بيد ما فيه بغينا يبان فينا وشكون الصالح اللي عايشين حياة زوينة لماذا الأخير يتعزى في حياته لعب في الكلام سهل حدورة حسدونا قالوا كلام عمرو ما كان محسدين وتبعونا ايش قديتوا يا عديان سالوا البوز وحدونا قالوا كلام عمرو ما كان مغيارين وتبعونا ايش قديتوا يا ربي هو اللي عالم بينا كل هيبين على اصله واللي حسد يبقى في غبينا يا الغيرة تعلم العداوة احنا ربحنا ودي مفروض عايشة انا وحبيبي سوا انتوما
حسدونا قالوا كلام عمرو ما كان محسدين وتبعونا واش قديتو يا عديان لا قدروا يفوتوا حسدونا قالوا كلام عمرو ما كان مغيارين وتبعونا واش قديتو يا عديان باش يفيدونا كيلعبوا لعب الصبيان يا ودي غيق لهنا موتوا بسمكم عديان ويلا دواو باش يفيدونا كيلعبوا لعب الصبيان يا ودي غيق لهنا موتوا بسمكم يا عديان وحسدونا قالوا كلام عمرو ما كان محسدين وتبعونا ايش قديتو يا عديان داروا يفوتوا حسدونا قالوا كلام عمرو ما كان مغيارين وتبعونا ايش قديتو يا عديان بقدر ويش دي ما يفكر فيا
حياتنا. انا يرجع الله الدنيا فايتة الدايم غير الله دير حسابك بيوم غادي تلقى مولاك عام لا تحسد خليه يهدر وراك واللي كانوا خوا كل هاي يلغي بالغاه طريقنا ولات هوا المعقول مشى وما بقاش الامان ابكي يا عيني حسره على ذاك الزمان. لعفو يا مولانا لعفو لعفو يا مولانا الدنيا جاتنا لعفو. يلا اخوتي سالت لي مانيكور بيديكور ودارت لي فيرني بيرمانون. صراحة انا اللي اختاريت هاد دو كولور. اختاريت ندير غوز بيبي ياك وندير له الفرنش في اللون واغ حيت عجبتني والزويقه اللي دارت لي تما اختارتها لي حياتي اللي دارتها لي هي جيت تيره صراحه الله يلا شوف الضفيره درتهم اخوتي على قد يدي درتهم مبغيتش ندير الضفيرات الطول درتهم على قد حتى انا يديداتي صغيورين وراكم شفتو رجيلاتي صورتهم لكم وتنمشي عاوتاني للدار نكمل لكم الفيديو وتشوفوا رجيلاتي عاوتاني حمامره ولاو بحال شي بيبي شوفهم احساسي حماق عليا. ايوا ها انا رجعت لكم الخوت شوفوا الضفيرات كما قلت لكم دابا غادي تقاد لي واحد شويه ديال المكياج غير ما نبانش راكم عارفين باش تشوفوا الميكاب ديالك شي خفيف وعاد تكمل ليا تقطع ليا شعري وباش تشوفوا خدمتها وتشوفوا الصراحه مانيفيك مانيفيك. ها انتم ها هو البروتين سالينا شوفوا تبارك الله كيفاش مسبسبها ها انتم سالينا البروتين قادينا صافي الشعر سالينا دابا بقى غير تقطعوا ليا انتم ما شاء الله الشعر كي داير ما شاء الله مسبسب مزال الخوت ها انتم لا خدمتها واعره سكر بناتي. يلا خليكم معايا على ما تكتب لي مكياج خفيف ولا لا. ايوا انا رجعت لكم الخوت المهم غنكمل لكم الفيديو باش نحبس النهايه غادي تشوفوا ها نتوما شو تبارك الله الشعر ها هو قادت ليا من تحت وانتوما مانيش كنقول لكم غير هما ها نتوما قادت ليا من تحت جبت لي وانا يعني قادت ليا مقادر قد ياكو وأما لافخوش قطعتها بحال هكا جبتني نديرها هكا قصيرة وكما قلت لكم الطفيرات الشعر تنمشي تنراكم شتو قبل صورت لكم فيديو كريت ليا غير بالمناسبة سونتر سميتو سكر بناتي دايرة بروموسيو يعني دايرة الشعر يعني البروتين المانيكور بيديكور 900 درهم ياكي مانيكور بيديكور سوان فيزاج سوان فيزاج يعني 1000 درهم يعني 1000 درهم ما بين سوان دو فيزاج ماشي سوان دو فيزاج اللي دارت لي انا سوان دو فيزاج حيت لكم لي باتري ولكن تنتي ما شاء الله راه بان الله يحفظك انا دارت لي غير كلشي الا ديك هذا اللي ما قدتش عليا ما كملتش وغنتمنى لكم سوان دو فيزاج مانيكور بيديكور جديد راكم وريتكم لي فيديو بروتين البروتين وضروري كانت عندكم شي بوان ولا شي حاجه ماشي مشكل غادي تولي المهم دابا هي دايره برومو من دابا حتى التالي ديال راس الصالون على حسب انا امتى غنحط لكم فيديو تقدر
نزيد لكم واحد النهار ولا يوم على حسب الفيديو ياك ان شاء الله حسب الفيديو اللي انا حطيت وهادشي اللي كان الخوت ومرحبا بكم الله يحفظكم ومرحبا بكم صحه وراحه ان شاء الله من طرفي انا غادي تهلا في اختي ليلى الثلاث وما تنساوش سكر بناتي في كل شيء مساج مانيكور بيكور توند فيزاج بروتين كان دار الميكاب قلت لي موقفه حاليا داك الشهر وهادشي اللي كان الخوت يلا كنتمنى توجد الدرس العام يكون نال اعجابكم شت اليوم تهليت فراسي وقضيت حالتي موتي يوم سنين راها ظريفه والله القسم الا ظريفه غير كتبان بحال هكذاك الله يحفظك اختي ليلى اختي الحياه شكرا لك بزاف على صحتك الله يحفظك اختي شكرا وشكرا على رجيلات اختي عذبتك معايا بالنهار وانت اختي ليلى كنشكرك بزاف على الكادو صحه عندك اختي شكرا ونسيت خصكم دابا تشموا حتى البارفي اللي دارت لي دومان واش درت تشمون شي كان بوت يلا السلام عليكم سلام باي باي وسنه سعيده وعليكم كاملين كي جيتكم يلا